إني فقير ومسكين ومنكسر وما احتاج غيرك في تيسير أوطاري. إني فقير ومسكين ومنكسر ما احتاج غيرك في تيسير أوطاري. بمستويات هذه رمض قالي فللروح نور ما وللنفس عدة وللحلق حب في صنم من جمالي سمع وللجسم من كل العذاب طيبات ويجعل مهن رزقي دون حلاله إذا نحن جئنا نحو التعلم وجدناه سهلا لينا شديد كن وملي كبك سيد الحاج مالي دفلني مويلي وملي بيود تادين ربي مريد بلا خلوة بل همة مثل أحمدي وملي بإخراج الحقائح ناصحا وملي بتدراس الكتاب ومسند وملي ببذل الفقه والنحو منطق بيان معنى بديع بمسعد وملي بورش بل جنيد والأشعار وملي بآداب ودرب مؤدد وملي بنجم في النجوم المموسل كبك سيد الحاج مالي جوغو تخاو صولا نانكو سيد الحاج مالي جام صل عرودا نانكو جول فاما يام صل سيرت البدر من قوة وملي يا من أتى بخلاص يا من أتى بخلاص ويكسب سيد الحاج مالك دفلني يا من أتى بخلاص فائخ دورا أي باي ويكسب سيد الحاج مالك دفلني مخول جئت ما يحجب السودان والهرر غني باي زينت مزن على خير البريه من جكل تخوني مقل باي خط انزل الله في انداقي سورا غني باي يا جل جنكو خم خم مايكو وخبا جفي أما أنت أتخنت أكملت الجبيع وخد غنباي أنكخت من عمل علما كفنت شرع غنباي وكل فن سمام لسان الخال خال لكم علق العصا تلخبن تيسير ما عشورا غني باي سجيج خم خم بي تفسكي تلقاي وبخر علمك يكفي الناس ساخيلا غني باي سياني في قريب بعيد الشمرا غني باي هذا كتاب نفيس قد جمعت لنا غني باي في الحادثة ولا يأتي والسيارة أمين باي وبالخلاص وبالممدوخ أعطي لنا
قلبي باي إخلاص يا ربي والتوفيق واليسر قلبي باي نون لولي لولي يوم تقلوي لولي لولي يا يا على قلب الهدى يا ترجمان العلم والقرآن يا مطمع الأبصار يا قلب الهدى مالك نورو غنيت ناني سيد الحاج مالك دفلني مدرسا كل علم كان مدرسا بين المدارس بيدانا وسودانا مسمى جس خركنم واو تتول ما جلي جنر نياكر سيد الحاج مالك مسنيو جي سخر كنم تتيو نيو جي لي جنر على جي مالك خمنا ني ماتو مالتا لبي ويا سلل سم جمي جي من ذكر شيء عالم متورح قاد الأنام إلى الهدى بعناي سيد الحاج مالك محمود رب تبارك أو رب تعتزي أو رب تغلى ولو ربي أجنف لي رب إني فقير ومسكين ومنكسر ومحتاج غيرك في تيسير أوطاري إني فقير ومسكين ومنكسر محتاج غيرك